كريم، هو ليه النهارده اجازه؟ انا مدرسه زي بقيه صحابي. هو انا كل يوم هفضل كده؟ هو ليه الناس بتعاملني بطريقه وحشه رغم ان انا ما عملتش اي حاجه اذي بيها الناس؟ انا لازم انزل، لازم اتعرف على العالم اللي تحت، مش عايز اقتل من حياتي. انا نازل. اللي كان مضايق ادم يا عم. ماله ادم؟ عمل ايه تاني؟ نزل الشارع اشتري لي اكل ب 100 جنيه يرضيك؟ ب 100 جنيه؟ ربنا ياخد اللي عمل كده فيك. ايه يا عم انت بتغلط ليه؟ يا عم بغلط؟ اه. انت تعرف حاجه عن الموضوع ده؟ لا معرفش، بس احنا نكون ما تغلطش في الاساس يعني. اه الحمد لله. نفسي ادم يكبر ويسترجل يبقى راجل زينا كده. حلو يا اخي. يوسف يوسف سبت عايز ايه؟ عايز انزل للشارع ومعيش فلوس. انا ذنبي ايه؟
ذنبك انك رحت قلت لبابا اني بخسر منه كل الفلوس لحد ما رجع عني كل المصروف. طب تعالى انا عاوز اعمل لك ايه؟ بص انا بفكر في لعبه وحشه. ركز معايا. يا ادم عايز ايه؟ ممكن فلوس؟ تعمل بيها ايه؟ هجيب حاجه من عند عم حليم. عايز ال 5 جنيه. هاتوا. ده شكل المحفظه دي حلوه قوي. تنفذها يا كريم. بطل الزر يا يوسف. تضربني يا كريم. انا ما بكلمش كريم ومش داخل. يا كريم عاوز يضرب. انا ما بكلمش كريم. تنفذها يا يوسف. انا ما بكلمكش. تضربه ليه؟ ما بكلمكش. وايه ده ما بتكلمنيش؟ وانا بشوفه كبير انا وهي بتكلم معاك. تنفذها يا يوسف. مش عارف احوش مع يوسف اصلا. المحفظة دي فيها حاجات مهمة. محفظتي ايه؟ المحفظة بتاعتي. وهي محفظة كده؟ كمان 200 كده؟ شوفها ضيعت 100 جنيه مني ومن ابويا. اكبر بقى. اكبر. كفاية الحوار اللي انت جايبه لي. هات المحفظة يا يوسف. تعبان انت بالدين. انت مش اخواتي اصلا. الله يسامحك. كل اللي ما بيننا ايام حلوة وبس. انما انا مش عايز اعرفك تاني. ولا انت؟ ولا هو كلامي ما كانش ليه معنى معايا. ضربات خالد فهمتني ان مش كل الناس عندها رهبة ولازم نتغير لو انا عايز اعيش. بس كده هو خالد كسب. انا تعبت ما بقتش فاهم. مش عارف هو ليه بيعمل معايا كده. بص وراك يا ادم. خالد يا كريم. لازم اعرف خالد هو اللي قتل ادم. انت مشيت يا ادم بس حقك مش هتضيع.
انا جاي تكلم انا وانت السبب الوحيد في موت اخوك. انت ايوه انت اخر مره كنت وقفت جنبه سندته. اقول لك انا عمرك انت غلطان اكتر مني بمراحل. انا كل عملته اديته السلام، كان لازم حد يقتلك واديته اللي ارحم مني منك اديته ربنا. ايه انت ما عندكش ايمان بربنا؟ لا عندي اتفضل يا كريم اقتلني واديني ربنا. بس اعرف انا مش غلطان ربع الغلط اللي انت غلطته. لو ادم كان موجود كان هيتمنى النوم.